خليكي خليكي هون. يا رب تلطف فينا يا رب. قتلوا مظهر بيك، قتلوا. وما اخذوا على الاستخاني، بس ما رح يرجع ماشي على رجلي، شنو الضرب اللي قدحوا اياه كداس قاتولي. بتشيع الخبر بالحاره كلها، بس ما بتجيب سيره كداس. اعوذ بالله مظهر بيك، شو شايفني كديش لحتى اوضح كداس بالحاره؟ ري علي، يلا نروح حرك. شو عمل مع اللي قتلوا لحتى قتلوا؟ ما نعرف الأول؟ يا ربي دخيلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي دخيلك، شو اللي عم بصير بالحال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك الله لا يوفقه ليش يقوصه، ولك شو عامله لحتى يقوصه، شو عامله؟ لك ان شاء الله بتنشل ايديه، ان شاء الله بتنشل ايديه يا رب. الهي ربي مولاي، يعمي عيونه يلي كان السبب. لك ليش بدهم يقتلوه؟ مينو هاد يلي بده يقوصه؟ مين؟ لك خلص بقى، لك خلص خرسي، سرعتيني حشتنعي مثل البومه. نحن شو بده يعرفنا مين قوصه؟ شو بيعرفنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فاجره انت. خلاص يحصل لك ولك خرسي انت وياها. قاعدين عم تتخانقوا ورجال مقواص. عدوا ادعوا له، ادعوا له الله ينجيه والله يحميه. يخرب بيت قلبكم، يخرب بيت قلبكم. يا رب يا رب تحمي، يا رب تكون معه، يا الله يا رب. يا رب يا رب تحمي وتنجي، يا الله يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، الله خير حافظ وهو أرحم. دخيلك، لك شو صاير معك؟ طلعني رصاص من جسمي دخيلك. امشي بسرعة امشي. يلا شوي شوي يا شباب.
سلامة يا أبو عامر. الحمد لله سلامة يا زعيم. أهلين مختار. يلا يا رجال كمي على بيته، خلي الكبير يروح على بيته مرتاح. يلا يعني ما مات؟ لا ما مات، شن عمره طويل سيدي. بس لا تأكل هم، أنا بعدت له خبر أنه جايك حامد يا تارك الصلاة، بده يموت يعني بده يموت. الله يطول بعمره. عطرك يا شام حبي عطر قلبي.